هسمع معاك مارسيل كولر المدير الفني للاهلي في المؤتمر الصحفي النهارده باصص لمباراه الغد مع سيمبا ازاي؟ ايه صعوبتها وايه ظروفها وايه رؤيته ليها؟ مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي. Natürlich, wie ich schon gesagt habe, ein schwieriges Spiel, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch als Champions League-Sieger, wir wollen als Champions League-Sieger auftreten, wir wollen uns natürlich qualifizieren in diesen zwei Spielen und dass wir alles geben, dass wir alles abrufen und dementsprechend hier morgen ein gutes Ergebnis erzielen. في المقدمة أول سؤال كان هو سأله كان على توقعاتهم للمباراة، فأولا أنا متوقع أنها مباراة صعبة جدا، وعارف ان احنا لاعب فريق منظم وفريق قوي جدا، واحنا لعبنا ضدهم في دوري السوبر الافريقي والماتشين كانوا ماتشين صعبين علينا جدا، فاحنا عارفين اللي منتظرنا بكره، عارفين انها ماتش صعب لكن محتاج مننا تركيز كبير. السؤال كان دلوقتي كان عن الفرق التنزانيه، دايما احنا كالاهلي بيبقى نتائجنا معاها مش احسن حاجه هنا، وايه الاستعدادات لمباراه بكره؟ فالراجل قال انا قلت ان الماتش هيبقى صعب، الرطوبه عاليه جدا هنا والجو صعب، لكن في الاخر احنا هنلعب كوره ومتاكدين ان احنا هنحاول ندي كل اللي عندنا ان احنا نبدا نلعب ماتش بكره كويس. احنا حامل اللقب ولازم نظهر بكره ان احنا حامل اللقب، نكون مركزين وان احنا نحاول نحصل على احسن نتيجه ممكنه من مباراه الغد ان شاء الله. Weil sie eine gute Mannschaft haben, weil sie gut eingestellt sind und ja, und es heißt für uns, dass wir hochkonzentriert in diese zwei Spiele gehen müssen. احنا لا انا لعبت سيمبا مرتين، فانا مش هقيم غير المرتين اللي انا لعبتهم فيهم، وهم المرتين احنا تعادلنا فيهم، فالفرقه صعبه وفرقه قويه جدا، وده اللي انا قلته ان احنا هنلاعب فريق قوي. فالصحفي اصر ان هو عايز يعرف التصنيف بتاع سيمبا بالنسبه للراجل، هل هو في نفس مستوى النادي الاهلي كتصنيف ولا اقل في التصنيف؟ فقال له انا قلت لك ان هم تعادلوا معانا ماتشين وكان ماتشين صعبين جدا، فده معناه ان انا بقول ان هم كانوا في نفس المستوى بتاعنا ككوره في الماتشين دول. Und ich bin hundertprozentig überzeugt von diesem Kader, von den Spielern, die dann morgen spielen. Und dementsprechend ja, gilt es, die beste Leistung abzurufen. الإجابة كانت إحنا طبعًا عارفين إن هم لعيبة مهمة بالنسبة لنا جدًا الثلاث لعيبة، لكن إحنا فريق كبير عندنا قائمة كبيرة فيها لعيبة كبيرة كتير، وكل لعيبة النادي الأهلي مستواها عالي، وأنا عندي ثقة في كل القائمة بتاعت الفرقة. اي لعيب هيبقى في تشكيل بكره انا واثق فيه ومتاكد ان هو هيأدي زي اي حد، وكل لعيبه عندي في نفس المستوى وانا واثق في كل اللعيبه بتاعت القائمه كلها. Ja, in diesen zwei Spielen, weil es gibt ein Hin- und Rückspiel und dementsprechend wollen wir alles tun, damit wir schlussendlich dann ins Halbfinale aufsteigen. متوقع بكره مباراه سهله ومباراه صعبه، فالراجل قال للمره الثالثه، يمكن ثالث مره بقولها النهارده في اول مؤتمر، قلت ان احنا هنلاعب فرقه صعبه جدا وعارف ان الماتش هيبقى صعب وفرقه تقريبا في نفس مستوانا، ولكن احنا هنعمل كل اللي عندنا عشان خاطر ان احنا نعمل نتيجه كويسه ونقدر ان احنا نتاهل لقبل النهائي، وده هو هدفنا. فاحنا عارفين ان الماتش صعب لكن احنا هنعمل كل حاجه عشان نتاهل ان شاء الله. Aber ja, ich habe jetzt ihn nicht so verfolgt. Er war erfolgreich in Algerien und Und er ist jetzt hier aktuell auch erfolgreich, aber die Saison ist ja noch nicht zu Ende, also von daher müssen wir da noch ein bisschen warten. المدرب بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق انه كسب الاهلي في دوري في ماتش السوبر، وايه رايه فيه كمدرب؟ I will translate the former question. فكان راي الراجل ان انا عارف ان هو مدرب كويس، هو كسبنا فعلا في ماتش السوبر، وهو ماشي كويس قوي مع سيمبا وعامل بيهم فرقه كويسه جدا، لكن وعارف ان هو كان مدرب ناجح جدا في الجزائر وفي فرق تانية كتير مسكها، لكن في النهايه الاداء هيبقى بكره في الملعب هو الحاسم مش تاريخ المدربين، فاحنا هنحاول بكره ان احنا نتاهل قبل النهائي، وده بالنسبه لنا اهم حاجه. وفي النهايه الموسم لسه طويل وتقييم المدربين ما بيبقاش بالقطعه ولكن بيبقى عبر الموسم كله. احنا بس في الاول بنركز على لاعبين احنا زي ما قلت المدرب اللي بيقوله لنا بنعمله كدفاع وكمنظومه كامله كتيم كامل يعني بتعمل عليك في الملعب وبتبقى النتيجه انت سايبها لصالحنا ان شاء الله بتحاول تدي 100% بتاعتك في الماتش ان شاء الله بكره بحيث ان انت تبقى مركز انك ماتش العوده بيبقى في القاهره بيبقى اسهل لك وبيبقى بتعمل عليك عشان تبقى محضر في ماتش القاهره ان انت تبقى مش مصعب الامور على نفسك
فهو ده المطلوب بالنسبة لنا، ان احنا ما بنفكرش في لعيبة، بنفكر في نفسنا احنا، ان احنا نبقى مركزين في الملعب. طبعا جمهور الاهلي بالنسبة لنا جمهور عظيم جدا، دايما في ظهرنا في المكسب او الخسارة، بالعكس ده بيديك دفعة جامدة جدا في وقت الخسارة عشان تبقى واقف على رجلك، وهم هيبقوا موجودين بكرة اكيد، ببقى واثق منهم قوي ان هم في اي مباراة بيبقوا موجودين معانا في اي بلد بنروحها، فحابب ان انا اسعدهم وان انا ادي كل اللي عندي عشان افرحهم، وزي ما هم بيفرحونا بتشجيعهم وبصوتهم في الجمهور يعني في الاستاد. لا زي ما انا قلت لك، النادي الاهلي نادي بطل، ما بيفرقلوش يلعب فين او يبقى موجود في بلد عامله ازاي، بالعكس احنا بنعمل اللي علينا. انت اكتر فريق واخد بطولات افريقيه موجوده في القاره، فانت بالنسبه لك بتبقى مركز جدا 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 في الماتش، بيبقى بيحصل ظروف زي ما انت بتقول ماتش، انما ما بيحصلش ان انا ببقى قلقان وان انا ببقى مخضوض من ان بلعب مباراه، بالعكس انت بتبقى عندك حافز وبتعمل اللي عليك، والنتيجه دي في الكوره بتبقى ورده، يا مكسب او خساره او تعادل، فانت بتعمل عليك وبتدي 100% بتاعتك يعني.